كل الحب لكم مشاهدي قناة التغيير الفضائية. نلتقي وياكم بحلقة جديدة من برنامج جولة مراسل. اليوم الحلقة مليئة بالشجاعة، بالحب، بالتضحيات اللي مرت منذ عام 2014 ولحد هذه الفترة. كثير من الشباب ضحوا بأنفسهم من أجل حماية العراق. اليوم ويانا أحد الأبطال الشباب اللي ضحوا بأنفسهم من أجل حماية العراق بعد صدور الفتوى الجهادية. اليوم هذا الشخص اللي راح يرافقنا بهذه الحلقة اسمه هادي. هادي ضحى بعينه اللي هي عزيزة جدا على الإنسان، واستمر بتضحياته من أجل الدفاع عن العراق ومقدساته. لكن بنفس الوقت قد تكون هي قصة حزينة، لكن هي مو حزينة لا، وإنما شجاعة وبها أمل وبها قوة يبعثها لكل شخص جريح بالعراق، وأيضا لكل شخص وصل لمرحلة اليأس بحياته. اليوم عندما يشاهد هذه الحلقة اللي راح نلتقي بها مع هادي، راح يصير عنده أمل وراح يصير عنده شجاعة حتى يقدر يمارس حياته بصورة طبيعية. اليوم راح تكون حلقتنا ببيت هادي، أحد الجرحى بعمليات تحرير العراق من دنس داعش الإرهابي. رافقوني، راح تكون هذه الحلقة مميزة. إذن دخلنا البيت هذه، واليوم احنا راح نكون بضيافته. قصة مليئة بالحب، مليئة بالشجاعة، البسالة، مليئة بالانتصارات اللي حققها هو وكل الزملاء اللي كانوا وياه بجبهات القتال، خصوصا بالأزمة اللي مرت على العراق بثناء دخول داعش للأراضي المقدسة. وصل إلى أطراف محافظة بغداد، لكن بجهودهم وعزمهم، تضحياتهم الباسلة، الدماء اللي سالت على الأرض هي كانت السبب الوحيد حتى يتحرر العراق من دنس داعش الإرهابي. ضيفنا اليوم، قبل قليل عرفتكم على بعض من التفاصيل عن هادي، لكن اليوم هو راح يروينا هذه القصة الشجاعة اللي من خلالها قد تكون هي بادرة أمل لكل شخص تعرض لإصابة وأصبح جريح ومارس حياته بصورة طبيعية، ما أثر على حياته اليومية، تزوج وعنده أطفال، كل حياته مشت بصورة طبيعية بالرغم ما كانت إصابته بليغة وأثرت بصورة عامة على المظهر الكامل للشخص العادي. لكن اليوم حبينا أنه هو يكون عنوان ورسالة لكل العراقيين بتضحيته. هو تحرر العراق ووصل لمرحلة أنه هو يمارس حياته بصورة طبيعية بعيدا عن أي تكلفات تمس المظهر العام لشكله. حياك الله يا هادي. الله محيك حبيبي، أهلا وسهلا بكم. هادي، اليوم بصورة عامة نتكلم، الدماء اللي ضحيتوا بيها والتضحيات الجسيمة للفترة اللي كانت بوقت داعش الإرهابي صارت منعطف كبير بحياتكم، ودا أتكلم عنك منعطف كبير بحياتك بعيدا أنه كنت إنسان تمارس عملك بصورة طبيعية. 2014 صدرت الفتوى الجهادية، ومن خلالها انطلقت وانطلاقة بيها تغير مسار حياتك بصورة كبيرة. أريد أعرف شنو اللي كان قبل ما تنطلق هذه الفتوى، شنو كان عملك، وبعدها شنو قدمته للعراق، وايضا هذه الشجاعه اللي انت امتلكتها خصوصا بالوقت اللي هسه انت مصاب. طبعا الكل يباوع على هادي كانما ماكو فتشي موجود. هادي العين اليمنى لو اليسرى؟ هذه العين اليسرى، هذه عين اصطناعيه، الخشم ما موجود، هذا كله زرع ما كان موجود الخشم. الحاجب ما موجود، هذا زرع. القصة كانت أيضا يعني مو بهذا الشكل، وهذا كله زرع وعمليات تجميل. يعني بصراحة كان وجه كله متغير معالمه، والحمد لله والشكر يعني فضل عمليات التجميل اللي صارت داخل وخارج العراق قدر ولو شيء بسيط يرجع لطبيعة شكله قبل الحادث. خلينا نعرف شنو التفاصيل. قبل بداية الفتوى مثل ما تفضلت، أنا خلفه ما لقص شغلي، إنسان كاسب عامل بسيط، وأنا بالمحل إجى عليه أخويا أكبر من عندي نصير، قال الفتوى صدرت وإحنا خمسة بالبيت، إحنا خمس أخوان طبعا، صغير حيدر يعني صغير وعلي كبير بالعمر،
وامير اصلا هو كان يداوم وبس انا وياه يعني قاعدين بالبيت، قال خلينا نطلع، طلعنا للفتوى. بالتحاق بالفتوى تعرفت على ناس، يعني ناس طيبه وناس مجاهدين وناس يعني يريدون يدافعون عن وطن، يعني ما يريدون مثلا تعيين او فتشي. انتقلنا من المرحله الثانيه اللي هي معسكر الامام الحسن، معسكر تدريب، وبعدين طلعونا اخذونا للرفيع وبعدين للجرف. بالجرف هناك انا كنت مسؤول عن فصيل يعني، ولازمين خط النار اللي يفصل بيننا، كانت منطقه اسمها الراءات والنونات، يعني التسميات هذه الحركيه مال المناطق. انا كنا بالنونات، نون واحد كنت بيها. استمرينا بهذا المكان بالقياده مالتنا وترتيبنا وشغلنا يعني المعتاد عليه، كل يوم تنزل واجبك ويلتقي غيرك، كلها كانت ابطال يعني. أنا اللي ما اتذكر واحد يعني كان بيهم عنده شلون يعني فد يعني شيء بسيط ولو من الخوف، ما شفت بعيونهم. كل ناس ابطال وكل ناس قيادين وكل ناس شرفاء. بعدين حان ساعه الصفر قالوا نطلع هجوم. طلعنا بالليل توكلنا، احنا تقريبا 130 نفر، يعني خلي ببالك 30 نفر بمواجهه طالعين يعني خط نار، منطقة مفتوحة، وإحنا بس 30 اللي كنا موجودين. دخلنا بها بالمعركة، استمرت المعركة طبعاً. هي بالليل إحنا دخلنا ما أكو شيء، بس صار علينا تعرضات بأثناء دخولنا. هدأ الوضع الصبح طبعاً، حفرنا المكان بالمراود مال البنادق. صار الصبح صار علينا رمي، صار الشباكات عنيفة، فطلب القائد من عندنا المسؤول عن المجموعة، قال اثنين يطلعون يلزمون هذه المنطقة. اكو منطقة صغيرة نخلة ومسويها قعادية هم هناك. فصرت وراها اني وواحد اسمه محمد رشيد. بقينا انا ومحمد رشيد ورا هاي النخلة نحاول نصد التفافهم اللي يجي من هناك. بالاثناء هذه المرحلة توزعتوا على مناطق، بس احنا اللي طلعنا اثنين على هاي الصفحة، لان كان على يسارنا اكو برامز بس ما تقدر تضربهم، لأن إذا تضربهم متأذينا إحنا. تضرب رامز مسافة بيننا وبين العدو ما يقارب يمكن 50 متر مو أكثر، واشتباكات دائمة يعني بيناتنا. فبهاي الأثناء ضرب محمد عليهم وأنا ضربت عليهم، صدينا التفاف إنه كامل عليهم. بالأثناء انضربت قناص كان فوق على الشجرة قاعد، فشافنا بعدين يلا انتبهنا إنه إحنا هنا. فصارت الإطلاقة يعني، أنا بس افتريت أرد أقول لمحمد ما أتذكر على شنو، بس افتريت فطبت الرصاصه منها، شالت هاي عيني اليسرى واخترقت هاي مننا وطلعت. فدنقت، من دنقت الابس درع ومطاريه بظهري فيها مي. فبعدين حسيت اكو ضربتين جني، وين صارن بالدرع يعني، ضرب طلقتين بالدرع. ولد ويا يا الله يرحمه يا سيد اثير استشهد، وكان ويا علي هاشم، ها حاليا مصاب علي هاشم هماتين الله يوفق ان شاء الله الصحه والعافيه. ذولا صاروا فوقه شلون الدرع على مود لي انصاب. محمد رشيد قال ترى هنا اصابتك بسيطه، انا كنت متوقع انه الاصابه بالراس مباشر، لان شفت يعني انا من حطيت ايدي هيك نص عيني وقعت بيدي اي، يعني حاليا بس كريستاله، فباوعت انه متشم هالعين، قلت هاي اصابه بالراس مباشره. فشاهدت وحالي حال اي مقاتل لما ينصاب يوقع خلاص يعني طلعت تستشهد، شاهدته طبيعي ومتقبل الامر يعني بصوره كلش طبيعيه. انت طالع يعني ايش تتوقع؟ اكيد يعني هذا موت، يعني انت محضر نفسك لهذا الموضوع، يعني متهيئ انه انت تستشهد او دايم انت من عده. عزيمتك بوقتها شلون كانت؟ هي والله انت طالع تدافع عن وطن زين، المقدسات اللي هاي اللي امانه برقابنا، احنا ولد كربله يعني احنا ما منخيين عليها. هسه اللي يجي من الناصريه هذا تقول جايك فزاع وياك، الا انت ابن المنطقه يعني هيك. ظليت اصرخ يا ام البنين انه بس اهيد الوجع علي، لان وقتها الالام يعني ما تتصورها شلون قويه. فبقيت نايم بحضن محمد. محمد رشيد. محمد رشيد اي. جت المدرعه فمحمد يوجه بيه، روح يمنى اسحف، ما فقدت الوعي يعني بعدني طبيعي، اسحف ومتجه وين؟ للمدرعة. فحاولت أصعد ما قدرت، أريد أمد إيدي للمدرعة، المدرعة بابا تعرف مدرعة هاي، الرمي اللي صار على المدرعة قام يطخ بداية تشويني
تشوي ايديه ذن يعني تشويهن، لان هاي الطلقه من تنضرب بيها ترجع تشويك. ولد اسمه علاء الله يذكره بالخير، حاليا موجود علاء الموسوي سيد هو، نزل شانو شمرنوين بالمدرعه، صعدوا وياي الولد راسا وراي وطلعنا وياي، كان ولد جميل هماتيا صديق. طلعنا وين؟ ودون المقر مال الكتائب وضمدوا جراحي مره الاخ، دزونا وصلنا للمسيب قال ما يموت وهو اصلا ميت عندي هذا. فطلعوا انطلقوا به الكربلاء، طلقنا الكربلاء. اثناء الطريق ابو الاسعاف قال انطينا رقم اتصل عليه، فانطيت رقم اخويا اتصل عليه، وصلنا للمستشفى. وصلنا للمستشفى يعني طبيعي ما بيه شيء، امشي على رجليه. لما دخلنا للمستشفى تفاجئوا انه هذا يمشي على رجليه والجرح طلع غير شكل، قالوا بدون بنج لازم نخيط عسل، اذا بنج لا ينزل بنج هنا ويختنق منين يرجع الدم. الحمد لله واشكر. بعدين جريت عمليات برا خارج العراق بجهود الناس الطيبه يعني صوبت ورا ما صوبت استلمت الرواتب، يعني ما كان عندنا رواتب بالبدايه، بجهود الناس الطيبه بجهود اصحابي واهلي وناسي واللي كانوا وياي، يعني بجهود مؤسسه الرضوان اللي اشرفت هي اللي ودتني لايران. يعني عمليات اللي بدأت كم عملية أجريت حتى قدرت يعني تستعيد ولو شوية من جمال وجهك؟ صارت تقريبا اللي رحت عن طريق المؤسسة اللي هم تابع لهم، أنا ما تابع الحزب طبعا، بس هاي مؤسسة خيرية ترى، يعني هي مجرد أنا أعرفهم الناس، ما تابع خول الحزب ولا تابع وياهم، والناس ما يقارب تقريبا شدتين ونص عمليات وقفوا وياي هم دفعوا، أما الباقي لا أنا يعني من ذاتي. كم عمليه صارت؟ تقريبا حوالي 8 عمليات الكل العمليات 8. زين شلون قدروا يعني اني اكو صور يعني هسه راح نعرضها للمشاهدين. خشمك كان ما موجود نهائيا، وحتى هنا اكو يعني فراغات باللحم يعني اثر الاطلاق. زين شلون قدروا يخلون هذا الدكتور اسمه حيدر علي نكبور بشيراز، وهذا اللي يشتغل خشم، والدكتور الثاني اسمه جيتا قياسي، كانت بلندن وجاء جديد على إيران راجعة، وهي اللي اشتغلت العين، باقي نص فص العين موجود، وهذا مجرد كبر يعني هيك شيء بسيط. زين هو هسه يعني اللي يشوفه بصورة عامة طبعا اللي يشوف هذه هسه انه عيونه طبيعية ما مبينة بيها شيء، لكن هي كريستالة موجودة. اي لان هذه يعني انا دا لاحظ، انا طبعا من اختاريتك انه تكون ضيفنا ببرنامج جوله مراسل، هذا البرنامج دائما سلط الضوء على الطاقات اللي ما تستسلم، الطاقات القويه. يعني رغم هذا اللي مرت عليك من احداث ويعني مهاول كثيره، خصوصا ما فقدت انت جزء مهم جدا بحياتك اللي هي العين، يعني قد احنا مهما يكون نتعاطف بهذا الموضوع لكن ما راح نحس الاحساس اللي انت تحسه بهذا الوقت، لكن دا اشوف وقتها تبتسم وتضحك وتمارس حياتك وكله طبيعي ما عندك فتفتش. اصلا شيء طبيعي عادي، يعني وراء اصابتي بمده بقيت بالبيت، اعرف ناس قريبين علي يعني قريبين على قلبي، يعني مو بس علي انا شخصيا، انام ببيتهم واقعد ببيتهم، يعني ابنهم انا تقدر تقول ابنهم، واحد معصوم من ولدهم، هو عنده 3 ولد الرجل وانا رابعهم. صحيح. ماذا ولا الولد؟ الولد ذولا حسين وقاسم وجاسم. منو جاسم؟ انت. فالسيد بصورة عامة ابني معرف عند كل الناس، ابن سيد محمد، انا والدي توفى بال 2012 الله يرحمه ويرحمه، فهو مثل يعني مثل والدي، ويعني ياخذ قرارات من مكاني وكل شيء اللي أسوي. رحنا راح البغداد وياي، يعني كمل لي خطب لي وملك لي والحمد لله والشكر، وتزوجي تزوجني يعني أماتين. أي هو يعني عايش ببيتهم وياهم. فهاي شنو بعد الإصابة أخويا قاسم بقى وياي، بقينا أنا وقاسم شنو يشتغل بالإنترنت كبداية، ضعف النظر يأثر عليه كإنترنت وكشغل، فاقترع قاسم انه اشتغل اي شغله ثانويه او اي محل يعجبني نسويه، وحضرتك مثل ما اقترحت عليهم اكثر من مره اي شغله اللي اريده تكون مفتوحه لي وجاهزه واللي اطلبه.
فالحمد لله أشكر يعني بقيت أشتغل شغلات اللي بسيطة مثلاً تنصيب كاميرات يعني شغلات. بس أنت ما تسمع كلام هذه بالأخير. أي طبعاً أكيد 100%، بس الحج لا ما أقدر أقول له لا سيد. فالحمد لله أشكر الله وفقني و يعني ما حسيت بشيء اختلاف يعني. حتى من والدي توفى سيد كان موجود بظهري اللي هو مثابة والدي يعني، وتدري هذا البيت اللي ساكن بي أنا حاليا هذا بيت يعني إلي تقدر تقول، هذا مجتمل مسوي لي من بيته، هذا إلي خاص بي بيتي وحلالي تقدر تقول واللي أريده الحمد لله والشكر. أشتغل وعندي راتب تقاعدي وبعدين اللي أخذه يعني اللي راح من عندي بالنسبة إلي هو إحنا كنا أمانة الله يعني على الأرض، فهاي أمانته. هسه ياخذ العين يريد ياخذ الايد الرجل، هي امانته، امانته وراجعه له. وبالعكس اصلا يعني اشوف نفسي احسن من هواي من غيري، عشت حياتي طبيعيه وتونست بشبابي وارتاحت وتزوجت والحمد لله، واصلا حياتي كلش طبيعيه. فرقها شنو مثلا عينك يعني شويه راحت عينك عادي، عندك الثانيه مكفيتك وزايده، مثلا خشمي ما اشتم بيه هوا لافعت الصوت يعني هذا الصوت ما اشتم بيه خشمي عادي، شيء طبيعي بالنسبة لي. زين هادي هذا اللي جرى لك كله، الرسالة اللي راح توصلها من خلال هذا الإنجاز وهذا البطولة اللي مرت عليك والتضحيات كلها، الرسالة من خلالك اللي راح توصلها لكل الناس، أكو البعض تعرض للإصابة لكن مو بشجاعتك اللي قدرت تواجه حياتك بصورة شرسة حتى تقدر تمشي بصورة طبيعية، لا قد يكون هو تغلب عليه الوقت وما خلاه يمارس حياته بصورة طبيعية. احنا من خلالك احنا نوصل رسالة لكل شخص انصاب يمارس حياته بصورة طبيعية، يستغل كل شيء موجود بحياته ويحوله الى ايجابي ويقدر يشتغل بها. شلون ما انت بلحظة فقدت بها امل لكن تجدد بنفس الوقت ووقفت وتحديت كل الظروف اللي مرت عليك، ونشوفك هسه اليوم قاعد امامنا تضحك وما عندك شيء مأذيك بحياتك عدا بعض من التفاصيل احنا ما ننكرها قد تكون موجودة وحقيقية، لكن بصورة عامة انت تغلبت على كل شيء صعب. فمن خلالك اريد رسالة توصلها لكل شخص يشوف هذه الحلقة وخصوصا اذا كان هو مصاب، شنو الرسالة اللي راح توصل لي؟ الرسالة للمصاب للجريح، انت اذا مثلا اذا عينك راحت او رجلك راحت، طبعا هي اكثر شيء العين يعني، العين والايد هي اللي بصراحة يعني اللي تنقطم ايده يعني. أنا عندي ولد صديقي نجاح انقطمون اثنين رجلي، نجاح يفوت مني يوم يمسوق بالسيارة بالشارع السلام عليكم شلونك، هذا معنويات عالية. احنا بيناتنا كأصدقاء معنوياتنا عالية جدا يعني، اللي أنا أعرفهم أصدقاء معنوياتهم عالية جدا الجرحة. انت خلي معنوياتك قوية وخلي إيمانك بالله قوي يعني، لا تقعد بالبيت، ترى يا سنة ذات عبرت ما تجي غيرها سنة بعمرك، مستحيل اليوم يعبر انتهت ما يجي ثاني يوم من مكانه طبيعي. وبالعكس انا مارس حياتي والمعلوماتك، انا المخو النار مو زين علي، انا اشوي سمك واشتغل سمك ودجاج، اشتغل بالشارع قب نص الشارع ويعبر عليه التراب، وهاي عين اصطناعي اخوه تلم اشكال وانواع تراب ويعني وحار وعادي. مع العلم انا عندي راتب خو، بس خو ما ضل قاعد بالبيت، والله انا متصوب راح ابقى قاعد خلاص اموت، لا امارس حياتي الطبيعيه. وبالعكس وتبقى الشغله الاساسيه هي اللي عنده يعني مثل شلون نقول يعني جاسم، انا انت موجود يمي يعني حقيقه امام المشاهدين، اللي اريده يجرى لي واللي اريده يصير لي واللي اتمناه اللي اطلبه، اللي عنده مثل جاسم اللي عنده مثل حجي بس اللي هو والدنا واكثر يعني، اللي عنده هيك ناس وياه واقفه مثل يعني الوالده هم شوفوا شلون واقفه وياي هسه، خويا والدتكم واني ابنها وازيد صاير يمكن لو خلفتني ما تحبني هالقد، اللي عنده مثل هيك ناس ويا واقفين وبظهر 24 ساعه وش يريد ويساعدوه وإي عافي عاشت ايدك بطل، هذا ما يوقع مستحيل يوقع. ولازم الجرح مو يعتكف بالغرفه والله انا هاي، وحتى اذا اكو جرح انا اعرفهم عندي راتب قاعد بالبيت، ليش يقول عندي راتب؟ واذا عندك راتب حركه بركه، اطلع واشتغل واتعلم واي شيء اسوي حياتي يعني شيء طبيعي. هادي احنا نشكرك، اليوم كانت الحلقه كلش حلوه بالنسبه لي انا يعني، وخصوصا المشاهدين راح يشوفون هذه الحلقه، حتى الشخص الغير مصاب راح يصير عنده حافز وامل حتى يقدر يستمر بحياته بصوره طبيعيه.
أو إحنا هاي بغيتنا من هذا البرنامج، إنه إحنا نبعث الأمل والقوة مواجهة هذه الحياة الصعبة. ظروف مرت على العراقيين عجيبة غريبة من ناحية الأمور الصحية الاقتصادية الأمنية، كلها مؤلمة للعراقيين، لكن شوفنا أنه إحنا نتحمل ونسير ونمشي حياتنا وما نوقف عند موضوع معين. فمن خلالك وصلت هذا الرسالة لكل المشاهدين. إحنا اليوم نشكرك، استضفتنا بهذه الحلقة وكنت مميز برسالتك اللي وصلتها للناس. شكرا جزيلا لكم، واشكركم على هاي يعني الحلقه الجميله اللي جيتوا. اهم شيء انتوا هاي جيتكم طبعا على راسي والله، بس اتمنى انه يعني الساده المشاهدين الجرحى بالاخص الجرح، يعني اللي انجرح اللي راحت مثلا عين ايده اقلها تيس من الحياه، لان هي الحياه شنو؟ هو اليوم اللي يعبر ما يجي غيره. قوم وقول يا الله الحياه حلوه ترى. حبيبي اهلا وسهلا. إذن مشاهدينا، من هذا الأمل والجمال وصلنا وياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج جولة مراسل. انتظرونا بحلقة ثانية، أنا والمصور محمد الأسد، نشوفكم بخير، مع السلامة.